صحيح هذا اللي شفنا اليوم رياكسيون قريت هم لاعبين الكل كان ثم عزيمة تشوف عند الأولاد الكل إنه باش نحقق نتيجة إيجابية. سي با فاسيل تلعب ضد فريق كيما بنزرت على أرضية ميدان صعيبة تكون خاسر واحد بلاش وترجع في النتيجة. حظ أوفر بنزرت بالنسبة لنا احنا نكملوا على المنوال هذا نحاولوا نصلحوا في الاخطاء بتاعنا وان شاء الله ربي يوفقنا في المستقبل ان شاء الله. هدفنا لي سونتراج خدمه على اليمين حمدي اون طونك اتاكون انا مانيش طويل برشا كنت مقدم شويه ورايا غازي دونك معنا ديفونسور جبت روحي يعني تعرف هذه خدمه تخدم وان بليس كاتاكون ديما نخدموها يعني هذيك هو لازمك تجبد روحك تستنى دوزيام بال. الديفونسور مشى مع غازي ولقيت روحي وحدي قلت غازي خلاها جات كما نقولوا احنا مبسه فهمتني كاو ريوسيت شوت ريوسيت والحمد لله ظهر لي هدف. انا ك اون طونك اتاكون تخليني نخدم باكثر كونفيونس اون طونك مجموعه رجعتنا في المباراه ان شاء الله ربي يوفقنا ونكملوا كيما هكا الحمد لله. نصور كما تعرف معناتها ماتشات نادي بنزرت ديما يتعدى وصعب كما ترى تيرا معناتها اليوم ما كانش في عذر ما عادش نعرف في تيران باهي بريمير ميتون كان صعيب كنا خسرين واحد شيء لكن الحمد لله معناتها عزيمه بتاع الولاد الكل وقمنا بالواجب ليسونسيال معناتها اول ماتش في الشامبيونان جبنا 3 بوان ان شاء الله نكملوا هكا وبقدره ربي ان شاء الله الجاي خير ان شاء الله. كانت مباراه صعيبه معناتها في تيران صعيب تيران قلقنا شويه وفورماسيون جديده معناتها تقلقنا شويه والحمد لله معناتها روحنا بثلاثه نقاط الحمد لله. والله صحيح معناتها ماك تعرف ملعبنا ما حتى ماتش والحمد لله ان شاء الله معناتها مازالوا الماتشات ونزيدوا نستنسوا بها وان شاء الله معناتها نبرهنوا اللي احنا معناتها نجموا نلعبوا بالتروا سان كدو ان شاء الله. اكيد معناها ملعب مستاهل معناها بنزرت ديما معناتها تقلقنا اليوم الحمد لله معناها روحنا بتروا بوا مهمين وتمكننا معناها باش ندخلوا معناها دوبي سيزون معناها بثلاث نقاط خليونا معناها في اريحيه وان شاء الله ان شاء الله زي خير وان شاء الله ديما هكا ان شاء الله. من الاول لعب السيستم خاطر لعبنا 3 5 2 معناها خاطر التيران صغير هذاك يمكن اللي تقلقنا شويه من بعد عملنا دي شونجمون في وسط اللعبه تسرحت اللعبه والحمد لله معناها لقينا لي روبير الكل وتمكننا معناها بس رجعنا في النتيجه والحمد لله معناها وزيد معناها خلقنا برشا اوكازيونات والحمد لله روحنا بثلاثه نقاط الحمد لله.